خلونا ناخد دلوقتي على التليفون كابتن محمد سمير المدير الفني لنادي الشمس. مساء الخير على حضرتك يا كابتن، الف مبروك هذه الميداليات، والحقيقه ابطال مشرفين، وانا عارفه ان حضرتك كنت متواجد معاهم في البطوله وكمان كنت بتمرن تميم. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يا ترى ايه السر وراء التالق المصري في لعبه الاسكواش واستمراريه هذا التالق؟ ما شاء الله جير ورا جيل بنسبه ده. والله الحمد لله، احنا البطوله دي الحمد لله خدنا كل الالقاب بتاعت كل المراحل السنيه يعني، ما شاء الله، والحمد لله ده مش حاجه غريبه على مصر يعني في الاسكواش، يعني احنا دايما متفوقين يعني. لكن يمكن دايما بيقولوا كده الوصول للقمه سهل، لكن الحفاظ على ده هو ده الصعب، وده اللي بتعملوه في الاسكواش. يعني احنا دايما بنورد بقى لعيبه سكواش للعالم كله بمواصفات عالميه، زي ما هم عندهم 11 سنه و10 سنين وقاعدين بيقولوا ان الخصم المصري يتخاف منه ويتعمل له 1000 حساب، ويبقوا عايزين يجيبوا اي حد في الدنيا علشان يكسبوا الماتش ده. دي حقيقه فعلا، احنا عندنا دايما مصر ولاده، يعني دايما ولاد جيل ولا جيل زي ما حضرتك بتقولي كده. والسر في كده يمكن ان احنا عندنا ابطال، وفي يعني ابطال عالم زي علي فرج وزي مصطفى عسل وزي نور الشربيني، وقبلهم كان رنيم الوليلي، يعني في ابطال كتير، والولاد كل الولاد اللي بتبقى طالعه بتتعلم من الناس دي، وبيقابلوا اهاليهم ويعرفوا الطريق زي ما بيقولوا ايه اللي المفروض نعمله، فكله بيتعلم من كله، يعني الولاد بتتعلم من اللعيبه والاهالي بتتعلم من الاهالي اللي قبلها ايه اللي المفروض نعمله، فكله بيتحط على التراك المظبوط زي ما بيقولوا، وتلاقي واحده ورا واحده. وطبعا عندنا يعني مدربين كتير قوي في مصر الحمد لله، يعني مطلوبين في كل حته يروحوا، وفي عندنا اوريدي مدربين فعلا بيسافروا بيجيلهم من بره وبيسافروا وكده. طبعا ده نتيجه التفوق المصري يعني الرهيب في اللعبه. يعني اصداء كانت عامله ازاي يا كابتن في البطوله بعد ما مصر حصلت على العلامه الكامله في البطوله؟ كانت ردود الفعل عامله ازاي؟ والله يعني مش كانوا هيتجننوا مننا يعني طبعا شايفين اكتساح تقريبا، واخدين كل المراحل، وغير ان احنا خدنا كل المراحل، احنا كان عندنا في 6 مراحل من العشرة كان الفاينل مصري بس، يعني 2 مصريين بيلعبوا بعض. ده عادي في الاسكواش، ده بنشوفه كتير في كل المراحل العمريه الحقيقه. دي حقيقه. فطبعا هم يعني كل الدول بتحاول، يعني دايما بيقعدوا يسالوا هم الناس دي بيعملوا ايه يعني. ثانية واحدة يا كابتن بس عشان هما بيرغوا جنبي، ممكن نسمع الكابتن من غير ما نرغي؟ اتفضل يا كابتن. اتفضل. هما بره دايما بيسألوا يعني انتوا بتعملوا ايه وازاي بتوصلوا لكده والكلام ده كله، بس طبعا احنا عندنا هنا يعني كل لعيب، يعني عندنا في مصر من الولاد الصغيرين دول كلهم هتلاقي ليه كوتش كتير، مدربين سكواش ومدربين فيتنس، وفي دكاترة تغذية ودكتور فيزيو ودكاترة منتال، يعني المنظومة كاملة متكاملة. رأيك ايه في الجيل ده يا كابتن؟ ولي الامر يعني بيبقى في ظهرهم في كل حاجه يعني. رأيك ايه في الجيل اللي داخل ده اللي النهارده سبب في ان مصر تحصل على العلامه الكامله في بطوله بريطانيا المفتوحه للسكواش، تقول لهم ايه؟ لا ما شاء الله عليهم، يعني النتيجه خير عنوان للكلام ده، يعني شايفه ما شاء الله هم مكتسحين، والاربعه اللي عندك دول ما شاء الله يعني ابطال كلهم، بيقطعوا مصر بيقطعوا بعض هنا في البطولات اللي في مصر. فطبيعي لما يطلعوا بره لازم يعملوا النتيجه دي، يعني ما شاء الله عليهم يعني. طب تميم، تحب تقول حاجه لكابتن محمد؟ طبعا كابتن محمد يعني هو الكوتش الاساسي بتاعي، وعايز اشكره طبعا كتير جدا. حبيبي يا تيمو، ربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي احسن ليهم كلهم، ويفضلوا كده ابطال لغايه ما يبقوا بيسافروا بقى البطولات البي اس اي زي اللعيبه الكبار كده، علي فرج ومصطفى عسل وكل اللعيبه وطارق مؤمن وكل اللعيبه دي كلها يعني. احنا بنشكرك، شكرا جزيلا كابتن محمد سمير المدير الفني لنادي الشمس، شكرا جزيلا على وجودك معانا.